ودلوقتي تعالوا نبدأ مع بعض بأبرز العناوين. الليلة الأهلي يواجه الاتحاد في غياب 6 لاعبين. كارتيرون يتحدى النقص العددي ويوفر بدائل للمصابين. تغييرات في تشكيل الأحمر، مفاضلة ثنائية لخلافة معلول ومروان يقود الهجوم. يوسف، عودة الدوليين تحسن موعد السفر للجزائر. محمد سراج الدين، روح الفانيلا الحمراء وراء التأهل لنهائيات أفريقيا للسلة. اللجنة الانتخابية تفحص أوراق مرشحي اتحاد الكرة غدا. محمد صلاح في مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. البداية دايما بتكون بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي عن طريق الجرايد. الأخبار، الأهلي يواجه زعيم الإسكندرية في الدوري الليلة. كارتيرون يتحدى الإصابات ويخطط للفوز وطولان يلعب بخطة متوازنة. الجمهورية على خطى الأفريقية، الأهلي المفتري عينه على السكندري. الشروق، الأهلي يواجه الاتحاد السكندري بعد غياب 35 يوم عن الدوري. للأخبار المسائي، الأهلي يعود للدوري بعد غياب 35 يوم. الأحمر يتحدى الاتحاد بالتوليفة اضطرارية بحثاً عن مواصلة الانتصارات. المساء، الأهلي يعود لسباق الدوري بمواجهة سيد البلد، منافسة صعبة بين كارتيرون وطولان لخطف 3 نقاط. اليوم السابع، الأهلي المنتعش إفريقياً يخشى مفاجآت زعيم الثغر الليلة. كارتيرون يبحث عن قطار الانتصارات المحلية وطولان يسعى لتحقيق المفاجأة. الوفد، باتريس كارتيرون يعيد التشكيل وطولان يبحث عن الفوز الليلة. مواجهة صعبة بين الأهلي والاتحاد. الوطن، الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الاتحاد ويبحث عن المربع الذهبي. تغييرات في تشكيل الأحمر، مفاضلات ثنائية لخلافة معلول، مروان يقود الهجوم، أكرم يشارك في الوسط، وزعيم الثغر يأمل استمرار الانتصارات وطولان لن نفرط في 3 نقاط. الأهرام، الأهلي يغلق باب رحيله ويمدد تعاقده 5 مواسم. الشناوي يرفض عروض ويوقع للمارد الأحمر على بياض.